السلام عليكم، دكتورة لمياء الصراف من الكويت، أخصائية أشعة مخ وأعصاب. أنا سعيدة بالمشاركة في هذا المؤتمر وأقدم محاضرة عن تصوير الرنين المغناطيسي والتصوير الإشعاعي لمرض الصرع. طبعاً مرض الصرع هذا مرض يؤثر على ليس فقط حياة الإنسان لكن حياة العائلة كلها والناس المحيطين بهذا الشخص، لكن مع تطورات الطب وخصوصا طب الأشعة ممكن باستخدام الرنين المغناطيسي نحدد إذا في أسباب مؤدية لهذا المرض، ونحدد إذا كان في إمكانية لعلاج هذا المرض سواء بالجراحة أو بالتقنيات الحديثة مثلاً الليزر. فأنصح العائلات التي عندها شخص مصاب بهذا الصرع بعدم إهماله، من مجرد ظهور الأعراض يجب عمل تصوير مقطعي أو تصوير بالرنين المغناطيسي ومحاولة تحديد إذا كان هذا الشخص ممكن يستجيب للعلاج بالليزر أو العلاج بالجراحة.